أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بأنه مهما تنوعت الثقافات وتعددت الأصول فإن المجال دائما رحب أمام التعاون بين الدول والشعوب دون عوائق أو حواجز، لافتا سموه إلى أن التعاون في مجال الاتصالات والخدمات يدعم العلاقات السياسية بين الدول. من جانبه أكد الدكتور حمدون توري الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات أكد بأن مملكة البحرين نجحت بفضل سياسة ذكية نفذتها الحكومة برئاسة صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء في جعل قطاع الاتصالات في البحرين واحدا من القطاعات المتطورة إقليميا ودوليا. جاء ذلك خلال استقبال صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم للمشاركين في المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت الرعاية الكريمة لصاحب سمو الملكي رئيس الوزراء. وخلال اللقاء أكد صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء أن قطاع الاتصالات مجال رحب للتعاون العالمي، كون هذا القطاع مرشحا بقوة لتصدر قائمة الاستثمارات التي تدعم الاقتصاد الوطني. ودعا سموه إلى زيادة التعاون فيما يتعلق بأمن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات بما يسهم في تطويع التقنية الحديثة لصالح الشعوب وفي تنمية الدول ورخائها. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة نجحت في سياساتها الخاصة بتطوير قطاع الاتصالات الذي بدأ يسجل نجاحات مشهودة، مشيرا سموه إلى أن قطاع الاتصالات أصبح عنصرا هاما في مبادرات التنمية الاقتصادية والحكومة تعمل على تنظيم وتطوير هذا القطاع ليكون قوة أساسية تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني. وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن الاستثمار في قطاع الخدمات وفي مقدمتها الاتصالات أمر تدعمه الحكومة وتحرص على تقديم التسهيلات أمام الراغبين في هذا الاستثمار، مما جعل مملكة البحرين خيارا استراتيجيا لمن يرغب الاستثمار في قطاع الاتصالات، يدعم ذلك المنظومة التشريعية والقانونية التي تمتلكها مملكة البحرين. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية المنتديات العالمية التي تعنى بقطاع الاتصالات، ومنها الذي تستضيفه مملكة البحرين لبلورة الجهود العالمية للتعاون في هذا المجال الرحب، متمنيا سموه للمشاركين في المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات التوفيق والسداد. وقد أعرب المشاركون في المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات عن الشكر والتقدير لصاحب سمو الملكي رئيس الوزراء على ما وجدوه من دعم وإسناد من سموه لإنجاح أعمال المنتدى، معربين عن الإعجاب بالتطور الذي تشهده مملكة البحرين في قطاع الاتصالات وبالنجاحات التي حققتها الحكومة في هذا الميدان، حيث غدت البحرين اليوم مركزا تجاريا ذي مقومات اقتصادية وسياسية مشجعة تجذب الاستثمارات وبخاصة في مجال الاتصالات.